مشاهدونا مشاهدو في الجول.com، اهلا بيكم في حوار جديد مع نجم من نجوم الرياضه المصريه في الشهور الاخيره. ضيفنا النهارده جاء في حاله طوارئ، فجعل كره الطائره المصريه كلها في حاله طوارئ. كابتن احمد عاشور، بطل الثنائيه التاريخيه لنادي الزمالك في كره الطائره السنه دي، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اولا بنبارك لك على الثنائيه التاريخيه تعتبر النهارده للموسم الثاني على التوالي مع فريق الزمالك في ظروف اعتقد ان هي كانت استثنائيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ببارك حضرتك وشكرا على المقدمه الجميله دي. الحمد لله، يعني الثنائيه بتثبت ان رجاله نادي الزمالك ما شاء الله على قد المستوى، ولاد النادي موجودين، اللعيبة على قد المسؤولية. التاني سنة على التوالي بنكسب الدوري بنكسب الكاس رغم تغير المعطيات والظروف، بس الحمد لله كل الناس مصدقة في الفولي بول ان هي ممكن تحافظ على الدوري والكاس لتاني سنة على التوالي. كابتن احمد، يعني حضرتك توليت تدريب الفريق في شهر فبراير الماضي بعد حوالي 4 خسائر متتالية من الزمالك قدام الاهلي على مدار الموسم في الماتشات اللي هي بتاعت الادوار الاولى، في ظروف يمكن كمان صعبة مع وعدم استقرار متمثلة في عدم حصول الفريق على مستحقاته، ويمكن كمان غياب في بعض الأحيان الدعم اللازم لإعداد الفريق. خرجت زي اللعيبة من الظروف دي كلها وقدرت تحول الموسم من خسائر متتالية لفوز بكل المسابقات المحلية؟ هو مبدئيا أنا كنت عضو من أعضاء الجهاز الفني، كنت مدرب عام الفريق، وكان كابتن شريف الشمالي مدير فني، وانا بشكره على المجهود اللي عمله لغايه شهر 2، لان هو اللي رمى الاساس في تكوين الفريق، وانا كنت من مساعديه، وانا اتشرفت ان انا اشتغل مع كابتن شريف الشمالي، فانا بحب اديله حقه. هو بعد انتظاره في شهر 2 احنا عشنا في نفس المشاكل، لكن في ظروف خدمتني. مبدئيا الظروف اللي خدمتني ان احنا خلاص خسرنا كل حاجه، يعني انت داخل مع بتلعب النادي الاهلي، نادي كبير نادي عظيم، ولعبته 5 مواجهات خسرته وكان اخرها السوبر. انا توليت مباشره يعني قبل ماتشين السوبر الاتحاد والنادي الاهلي، ربنا كرمني كسبت الاتحاد، بلعب نهائي السوبر مع النادي الاهلي، خسرت كان المباراه الخامسه، بعدها ب3 ايام هنشارك في البطوله العربيه. احنا كان رؤيتنا كجهاز ولاعيبه قعدنا مع بعض اتكلمنا مع بعض بكل شفافيه ومصداقيه، احنا لو رحنا البطوله العربيه في الحال اللي احنا فيها دي مش ممكن ندي اي حاجه، ففضلنا مع اداره النادي مشكوره ان احنا ننسحب من البطوله العربيه، وتحملنا الضغوط اللي علينا ان احنا لازم ننسحب عشان نقفل على نفسينا كجهاز وكلعيبه ان احنا نبتدي نستعد، يعني زي ما بتقول تعمل ريستارت، حمايه للاعبين، لان اللاعبين وصلوا لمرحله نفسيه وبدنيه ان انت 5 خسائر عايز ايه بعد كده؟ تخيل الضغط اللي عليك ان خلاص انت مش ممكن تعمل اي حاجه، بس في نفس الوقت انت لسه عندك البطوله نفسها لسه ما لعبتش حاجه، اللي هو اهم حاجه في اهم الموسم. حاجه الدوري والكاس ابتدينا نشتغل، اللعيبه قفلت، اللعيبه والجهاز قفلنا على نفسنا، ابتدينا نشتغل، المشاكل موجوده، فهل انت هتشتغل والمشاكل موجوده، ولا وقت اللعب هتشتغل والمشاكل مش موجوده؟ يعني وصلنا للاتفاق كده زي ما تقول اتفاق جنتلمان بين الجهاز واللعيبه، وقت التمرين محدش فكر في اي مشاكل، فكر في التمرين بس، طلع احسن حاجه عندك. فابتدينا نحط اساس ان احنا وقت التمرين وقت الشغل بتاعنا مفيش مشاكل، محدش هيرحمك، انت بتلعب في نادي كبير، محدش يوم المباراه جمهور الزمالك هيسالك انت عندك مشاكل، انت ما بتقبض ما بتقبضش، محدش هيسال في الحاجات دي مهما يحصل، لان كل الانديه في مشاكل، بتمر المشاكل دي بكل لعيبه وبكل الناس وبكل الاجهزه، بس يوم المباراه الجمهور مستني منك تعمل احسن حاجه، حتى يا اخي اسرتك مستنيه تعمل من نفسك احسن حاجه، حتى نفسك انت بص لنفسك لازم تعمل نفس حاجه من المباراه. الروح دي ابتدينا نخش بيها على المرحله النهائيه وكربنا كرمنا بقى، اتجمعنا كويس، اللعيبه كانت على قد المسؤوليه، وقلت لك يمكن الضغط اللي كان على اللعيبه بعد الخساره ان احنا مش فرقه نجوم، ان احنا فرقه مش هتحقق بطوله، يمكن هو ده اللي خلى ان الفرقه تتحول من فرقه ما عليهاش ضغوط من الجماهير لفرقه عايزه تعمل احسن حاجه عندها. التوفيق والحظ، يعني الحظ الحمد لله مع الاداء، وربنا كرمنا في اول مباراه في الدوري، تاني مباراه كانت مباراه صعبه جدا، وحضرتك شفته يعني الاداء من الناديين كان ممتاز، 2-2، النادي الاهلي كان متقدم 12-9، فرق 3 نقاط، الحمد لله ربنا كرمنا، عرفنا نضغط، وفقنا في الارسال، بعد كده اللعيبه صدقنا، توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، حصل حاجات بسيطه جوه الملعب، كسبنا الدوري، فخلاص انت كسبت الدوري. فخلاص انت كده بعدين وحققت اللقب، بعد ما كنت انت شايف ان انت مستحيل تعمل حاجه كويس، لا انت كسبت،
فتخيل بقى ان اي واحد حقق حاجه كويسه خلاص الحلم بقى حقيقه، اكتسبتوا الثقه، كسبنا الثقه، نزلنا الكاس خلاص اللعيبه احنا بقينا ند، بقينا على طبق يعني، بقينا نفس الليفل انا والنادي الاهلي، بدالين ان ماتشات الكاس يعني لغايه اخر نقطه محدش عارف مين هياخد الكاس. يعني اول مباراه الزمالك كسب 3-2 بفضل الله، تاني مباراه برضو بفضل الله خسرنا 3-2، المباراه الفاصله 2-2 في الاشواط، والشوط الخامس 10-10 يعني خلاص في التكافؤ قمه، كل حاجه الاثنين متعادلين في كل حاجه، اللي هيكسب ياخد الكاس بعد 5 نقاط. ربنا سبحانه وتعالى طبعا انا يعني فضله ومن علينا ان احنا ربنا كرمنا في اخر 5 نقاط وكسبنا 15-11 خدنا الكاس. وسط كلامك بتتكلم عن انك ازاي تخلصت من الضغوط اللي على اللعيبه وعلى الفريق من خلال الخسائر اللي انتوا كنتوا بتخسروها، بدل ما تاخد من ثقتكم في نفسكم، لا انت اعتبرتها ان هي اداه للتخلص من الضغوط وتصدرها للمنافس ان هو اللي مطلوب منه ان هو يكسب. صح. انت دلوقتي مش مطلوب منك حاجه، في اي حاجه هتحققها هتبقى اكتر من المتوقع كمان. ده هياخدني لسؤال، وانا وزمايلي ان هو بنقسم من هو الشغل بتاعنا كصحافة يعني، فلو بنتوقع كده لأول بطولات السنة دي في الصالات هتبقى رايحة فين، وبنتكلم ان اليد غالبا هيبقى للزمالك، الآيد طايرة مع غالبا للأهلي، الزمالك بيلعب ده غير الجهاز الفني من كتر ما نتائج وحش، ده بيلعب من غير محترفين بعد ما السنة اللي فاتت كان معاه 2 يمكن من أفضل المحترفين اللي جم في تاريخ مصر، والنتائج الهيد تو هيد ما بين الفريقين بتقول ان الأهلي اللي بيكسب، وبعد كل ده كمان تيجي ألعاب الصالات كلها الأهلي يتفوق فيها يد وسنة وخلاص، واضح ان الأهلي متفوق السنة في ألعاب الصالات، وانتوا داخلين اللي هو مطلوب منكم ان انتوا تكسبوا علشان تحفظوا وجه الزمالك في الموسم ككل. ازاي تعاملت مع الموقف ده مع اللاعبين، وان هو بدل مكان الطايرة اللعبة اللي هي مش مطلوب منها تاخد البطولات السنة دي، ده هي اللي أخدت البطولتين وتقريبا هي اللعبة الوحيدة اللي أخدت البطولات. هو مبدئيا لو اتكلمت على الصالات داخل نادي الزمالك، في لعبتين شايفهم محترمين جدا، اليد والباسكت. الباسكت عمل أقصى ما يمكن، وحتى في نهائي الكاس لعبوا إيكوال طول الأربع أشواط. ربنا سبحانه وتعالى إدى توفيق للفرقة، بس الاتنين عملوا ماتش كويس جدا. خلاص في الاخر حد كسب هنقول له مبروك، والتاني ادام ادى كويس هنقول له هارد لك، بس ادى بامانه وشرف. نفس الكلام في اليد، انا يعني شايف فرقه اليد فرقه عظيمه جدا، بيتمرنوا وجهاز ممتاز ولاعيبه ممتازه يعني، بس ساعات التوفيق بيخالف، ده ما يمنعش ان هم ما عملوش احسن حاجه اكيد. فدايما يعني حتى احنا كنا بنتكلم مع بعض، يعني سلاحنا كان ايه؟ انت اعمل احسن حاجه عندك، ما تبخلش باي مجهود، وخليك قدام نفسك الاول، قدام نفس مع نفسك انت الاول، خليك حقيقي وواقعي مع نفسك عشان ربنا سبحانه وتعالى كده كفك. اعمل احسن حاجه عندك سواء كمدرب او كلاعب، واللعيبه اكتر يعني، اللعيبه وصلت لمرحله ان هم بيتكلموا مع بعض اكتر ما احنا بنتكلم معاهم. يعني تلاقي مثلا تلاقي عندي رضا اللي هو بيكلم لعبه، تلاقي احمد يوسف بيقوم بدور كابتن، محمد عبد المنعم بيقوم بدور يعني دور طبي وفني، لدرجه ان بقى تلاحم انت مش عارف احنا اللعيبه دي عامله كده ازاي، اتحولنا من لعيبه مشتته لاسره نتيجه ان احنا كلنا حسينا ان احنا لازم نعمل حاجه. هو ده يمكن اللي فرق معانا شويه صغيرين دول، ان هو اتحولنا من ان احنا خلاص يعني. حتى يا اخي لما تمشي في الشارع وانت خسران 5 مرات من الاهلي، الناس هتبص لك ازاي؟ طبعا انا اتخيل ما شاء الله بعد الفوز العمليه بتتعكس. هو يعني انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على اللي حصل، طبعا ده يعني انجاز واعجاز للفرقه دي، وبشكر اللعيبه وطبعا كل الناس اللي ساعدوا اللعيبه من مجلس اداره، النشاط الرياضي، كل الموجودين في مدربين، راس الجهاز الكره الطايره، لان كل دول كان لهم دور في ان احنا قفلنا على نفسنا كويس، واللعيبه بعد ضرب بطوله العربيه هو ده اللي فرق، ان الفرقه لما اتلمت وبين اسره انت عارف التلاحم ده بيعمل ايه. يعني كنا دايما كلمه عندنا في الاتحاد قوه، ما نبقاش واحد لا، كل بعض، اللي جوه زي اللي بره، اللي ما بتسجلش. فالروح الحلوه دي بتاعت التلاحم والفرقه الجماعيه هي دي ساعات اللي خلت الفرقه تقاتل. يعني انت شفت لعيبه الزمالك ماتشات، يعني كان اخر حاجه نعملها ان احنا نستسلم، يعني في نوصل لمرحله حتى لو خسران 21-10 مفيش حاجه اسمها استسلام، العب كل نقطه منفصله عن اللي بعديها. يمكن هو ده اللي الحمد لله ربنا كرمنا بيه، ان الفرقه يعني كانت مقاتله في كل الاوقات. كابتن عاشور، وانا لمست طبعا ما شاء الله تواضع حضرتك من ساعه لما قابلتك، ولكن يعني بشوف سؤالي برضو اعذره لو انا مش خبير في الطايره، ولكن برضو اعتقد ان هي زي اي لعبه تانية، الموضوع ما بيبقاش
تلاحم وثقة وقتال فقط، ولكن طبعا في جوانب فنية. حضرتك كنت عضو في الجهاز الفني مع كابتن شميرلي وكنت مدرب مساعد، وراح على كابتن شميرلي وحضرتك توليت وحققت الثنائيين. تاتش الفني اللي انت عملته مع الفريق خلى الأداء يتحول والنتائج كمان تتحول بتبعي. ما انا قلت حرك الجانب النفسي ليه دور. تمام اكيد. بالنسبة للجانب الفني انا قلت حرك، انا محظوظ برضو يعني اقول الحقيقة برضو، يعني موضوع دخول ياسين الملعب، انا كنت بلعب باثنين معدين وكان معهم زياد معد، عندي ثلاثة معدين وياسين لعب في 19 سنة. ازاي ده؟ عندي سؤال عنده برضو، ما هو ياسين ازاي ظهر؟ ياسين اصابة زياد واصابة اشرف اللقاني، دخلنا ياسين ابتدينا في المباراة الودية كويس، لعب اول مباراة مع بنياس في النادي، لعب مساحة صغيرة كان كويس واللعيبة ابتدت تقتنع بيه، واحنا كجهاز ابتدينا نشوف ابتدى يعني مش هيب الموقف، لعب لسه اول سنة 19 سنة، لسه السنة الجاية على فكرة 19 سنة برضو. لعبنا بعد كده ماتش مع بتروجيت ودي لقيته كويس ما شاء الله واللعيبة ابتدت تستجيب ليه، لعبنا في الدوري، لعب في الجيش مساحات صغيرة، في اول ماتش في الجيش مساحات صغيرة تحس ان هو موجود يعني متربي مع الفرقة من اول موسم. لعبنا بعد كده بقى ماتش الجيش اللي هو الماتش اللي هو اللي فرق معاه، كنا خسرنا 2-0، نزل ياسين في الشوط الثالث والرابع والخامس، كسبنا الحمد لله ماتش الجيش اللي هو اهلنا. خلاص ده من ضمن الحاجات اللي هي فنيا ساعدت، مشي بقى موضوع ياسين، بقيت اللعيبه ابتدت تخش، يعني في عناصر ابتدينا ندور، يعني في عناصر مثلا ما كانتش بتشارك بنسب كبيره ابتدت في عناصر تخش مع الفرقه، حصل زي نوع اضافات للفرقه، المحترف لعب معايا ما لعبش مع كابتن شريف، دي من الحقيقه برضو الواحد ما ينكرهاش ان هو لعب معايا كان ليه دور خصوصا في اوقات حاسمه، يعني في اشواط المحترف اثر معايا، شوط تاني في ماتش الاهلي الدوري هو كان ليه دور ان هو يجيبه، المباراه النهائيه نهائي الكاس لعب معايا كويس جدا، فهي دي حاجات فنيه ساعدت، يعني مش عايز اقول ان احنا اصحاب الانجاز لوحدنا، لا لا لا، يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمنا ان احنا كملنا وفي عوامل فنيه اضافت بعد اعتذار كابتن شريف. وهي طبعا بتبقى منظومه وكل واحد يجي يكمل على اللي قبله، ما حدش بيبدا طبعًا من الصفر اكيد طبعًا. وكابتن شريف نفسه كان عامل انجازات قبل ما يمشي كتير يعني لسه السنه اللي فاتت كمان طبعا. سمعنا ان لاعبي الزمالك في مختلف اللعبات كمان كانوا ليهم دور وفي دعم فريق الطايره السنه دي. والله انت احنا لما كسبنا الدوري يعني كل الالعاب يعني سواء مدربين او اللي كان بيكلموا معاه شخصيا، تخش الصاله تلاقي الناس كلها فرحانه، فرقه اليد فرحانه مع فرقه الفولي فرقه الباسكت، هي صاله واحده، صاله واحده، صاله واحده يعني مثلا في فرقه بتتمرن من 4 ل 6، الفرقه الثانيه تخش من 6 ل 8، الفرقه الثالثه تخش من 8 ل 10، وكل يوم الفرق بتتغير وتعمل روتيشن مع بعض في المواعيد، فتخيل العلاقه بينهم عامله ازاي، العلاقه بيننا وبين المدربين عامله ازاي، وخصوصا ان احنا يعني انا بقول بعتبر ان احنا اولاد النادي، مثلا اقل واحد فينا مثلا اللي عنده 50 سنه موجود في فنادق الزمالك من 86، فيعني حافظين تراب الصاله. خلال المباريات النهائيه بقى ظهر ياسين زي ما انت حضرتك بتتكلم ودوره واللي انت لسه بتتكلم عنه، اولا هو اكتشافك انت بقى يعني بيور خلاص بقى انت اول واحد اديته الفرصه. كلمني عنه وعرفني توقعاتك ايه ليه وايه هو اللي لسه محتاجه، وهل مرتبط بعقد مع الزمالك ولا جمهور الزمالك المفروض يقلق عليه ولا ايه وضعه بالظبط؟ هو مبدئيا هو لعيب في نادي الزمالك اول سنه مرحله 19 سنه شباب، هو ابن النادي، في ثلاث معدين موجودين على مستوى عالي، احمد فتحي واشرف اللي ابتدى يستعيد عافيته، من لعيبه كويسين جدا، في زياد لعيب طويل وما شاء الله مشروع معد كويس جدا، ففي عندنا اطمئنان في العناصر دي، يعني عندي ثلاث بصيره كويسين وياسين معاهم، فما فيش قلق من ناحيه ناحيه ياسين موجود او مش موجود، هو موجود ابن النادي وموجود في مكانه في الشباب. لعبه كان معايا قريب برضو بعد التتويج بالدوري وكان بيقول لي ان في ده غير ياسين في كذا لاعب في فرقه 19 سنه حكايه في الزمالك والمستقبل ليهم، يعني مين بقى هم؟ ياسين ابو الحسن ليبرو كويس، ابن الكابتن اشرف ابو الحسن وهو الحاو الصغير برضو، في عندنا عبد الشحات سنتر كويس، في عندي اثنين لعيبه اربعات، عندي حازم اشرف رشاد اللي كابتن اشرف رشاد، وعندي عمرو الزمر، وعندي عمر عابد متهيألي، شايفهم دول لعيبه كويسين، وعندي كابتن احمد عصام فضل برضو شايفه، ومحمد خالد السعيد. بمناسبه الحديث بقى عن الاسماء اللي حضرتك طرحتها دي كلها، فهنا الكلام هياخدني لسؤالين، السؤال الاول الموسم اللي جاي وحضرتك مستمر ان شاء الله كمدرب للزمالك، ولكن شرف ان انا اكون في الزمالك اكيد، ولكن حضرتك لما توليت المسؤوليه منذ عده اشهر كنت بتتولى مسؤوليه الرجل الاول لاول مره، بالتالي مش مطلوب منك حاجه، فحققت الثنائيه، فبقى مطلوب منك
كل حاجة. ايه الفرق بين الوضعين بالنسبة لك كضغوط وكاستعداد نفسي للموسم اللي جاي؟ ده من جانب. والجانب تاني ايه اللي فريق الزمالك حاليا محتاجه من تدعيمات ومن دعم من الإدارة علشان يستمر التفوق الزمالكاوي آخر سنتين في لعبة كرة الطائرة؟ وسواء مبدئيا يعني مفيش فرقة بطل تستمر على حالها، طب لازم يحصل إضافات وتعديل، لعيبة انتهت عقودها لازم النادي في أقرب فرصة ياخد. زي مين بقى؟ زي لعبة زي أحمد يوسف، زي دبشة، دول لازم يحصل معهم قعدة ويحصل لهم تجديد عقود إن شاء الله. أنا مأجل الموضوع ده، وكان أحمد كابتن احمد مرتضى منصور فتح بعض اللعيبه في التجديد، لكن احنا فضلنا واللعيبه برضو فضلت ان احنا كان يخلص الدوري والكاس عشان يركزوا في الدوري والكاس، لكن احنا بعد خلاص الدوري والكاس على طول شاركنا في بطوله افريقيا، فاحنا ان شاء الله ممكن الكلام في التجديد يتاجل لغايه بعد العوده من بطوله افريقيا ان شاء الله. ما اقولكش يعني اللعيبه دي يعني استراحه ازاي في نادي الزمالك، فيهم احمد يوسف ابن النادي ما عنده وهو من ناشئين النادي، دبشه بيلعب في نادي الزمالك 10 سنين ولعبه بقى مع شوق جماهير نادي الزمالك، هو يعني بينه وبين جماهير نادي الزمالك حاجه كده يعني حب كده، يعني بيقول لي يا كابتن انا مش متخيل نفسي بره نادي الزمالك. لعبه كان زي ما حكى نضيفي وعده اسابيع قليله وبيتكلم معايا، فبقول له على التجديد وبيقول لي رغم فيما معناه الكلام ده، هو يمكن اكتر فريق ما كانش بياخد فلوسه بانتظام فيه هو الزمالك لغايه دلوقتي، ولكن هو مبسوط في الزمالك ومش هينفع ومش عايز ان هو يسيب. فانا عايز المعادله دي ازاي عندنا انت؟ مش كل حاجه فلوس، ممكن تاخد فلوس في مكان وانت مش مستريح فيه، وممكن يكون بتاخد فلوس قليله في مكان وانت مستريح فيه، هي يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بتتوزع، مش ممكن يديك فلوس ويديك راحه نفسيه ويديك مكسب ويديك كل حاجه وما الناس الثانيه تاخد ايه؟ هي الحياه كده، مش حد بياخد كل حاجه. فتلاقي واحد ربنا سبحانه وتعالى مديله راحه نفسيه في مكان، واحد ربنا مديله فلوس في مكان. دايما بنقول نادي الزمالك غير، برغم المشاكل احنا في حاجه كده غريبه يعني مرتبطين بالمكان. يعني مش اول حاجه بتخلينا موجودين في نادي الزمالك الفلوس. نرجع للسؤال الاصلي، والسؤال كان بيقول ان هو ايه التدعيمات اللي حضرتك محتاجها للزمالك في الموسم اللي جاي علشان تستمر في الحفاظ على الالقاب زي ما حصل اخر سنتين. وحدي لك هنا ثلاث اختيارات. الاختيار الاول تقول لنا الاسماء اللي انت محتاجها من الدوري علشان تدعم بيها فريق الزمالك، وده انا اتوقع انت مش هتلجأ ليه. الاختيار الثاني ان انت تقول لنا المراكز اللي محتاجه تدعيم في فريقك ومحتاج تدعمها، وهتكون كريم جدا لو جاوبتنا بالطريقه دي. الاختيار الثالث بقى اللي مفيش اقل منه ان انت على الاقل تقول لنا عدد اللعيبه اللي انت محتاجها والصفقات علشان الموسم الجاي. يعني لعيبه كسبت معاك الدوري والكاس، يعني تيجي تقول للعيب ده هاتشاك شيء بس ايه يعني لازم يحصل اضافات، في لعيبه بتتكرم، في لعيبه طالعه صغيره في السن ممكن تاخد فرصتها، ففي بدايه الموسم هيبقى اكني ما عملتش حاجه، هتبتدي من اول وجديد، كله هيتنافس وكويس هياخد مكانه، ولو في اي امكانيه ان احنا نجيب لعيبه من بره ليه لا، هو ده سوق في الاول في الاخر، زي ما انت ترتضي ان المدرب او المدير الفني يتغير عشان خاطر اللعيبه، لا اللعيبه برده نفس المكان كله محطوط على المحك، كويس يفضل، ده سوق في الاول في الاخر، لان انت ما تزعلش مني يعني بعد ما تخلص، لان المنافس بتاعك قوي جدا هيدعم، هيدور على محترفين كويسين، هيبتدي برضه يبص في سوق اللعبة كويسين او عدد اللعبة كويسين هيدعم منهم، فانت عشان تنافس لازم عندك طموح ان خلصت البطوله احتفلت تساعد اللي بعدها على طول، لازم تساعد الكواليتي بتاعك يبقى كويس، مستعد كويس، عناصر في عناصر شباب، عناصر خبره، عناصر قوه، عندك لعيبه مش برغبتها، عندك انت بتحب ما تجددش مع بعض اللعيبه، عندك لعيبه في انديه ثانيه بتحب تتفاوض معاه، وبالتاكيد انت محتاج اتنين محترفين السنه الجايه، لان النادي الاهلي بعتبره منافس الحقيقه هيجيب اتنين محترفين طبعا، فانت عشان تنافس بقى السنه الجايه، بالعكس السنه الجايه انت مطلوب منك، انت حققت بطين، السنه الجايه محتاج منك على الاقل تحافظ على نفس المستوى، والمنافس مش ممكن يديك الفرصه دي، هيعمل اقصى حاجه عنده عشان خاطر يخش في الجيم تاني. طيب ومراكز ثانيه محتاج تدعيم باين قوي للناس مثلا؟ ما والله اللي باين الناس بيننا. لا انا ما اعرفش، انا بسالك. اه لا في حاجه باين الناس محتاجه تدعيم، اكيد احنا بتوع فولي محتاجه تدعيم. ده في كابتن عاشور المحبب عند اللعيبه، ايه اللي بيقولوا له بالصاده ومحدش بيسمعه بقى من الجمهور؟ هم انا بعد ما خلص عاشور 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 عاشور. تمام. السؤال بقى لمدرسه عاشور. بعد الدوري والكاس بقى، ايه اخر الاستعدادات لبطوله دوري ابطال افريقيا اللي الزمالك هيشارك بقى فيها السنه دي ويعتبر احد المرشحين وبقوه ان شاء الله؟ والله الاول يعني عشان اوريك ان يعني اللعيبه دول يعني رجاله بصراحه ويستحقوا الشكر، ان احنا بعد الدوري خدنا يوم واحد راحه،
يعني خدنا اول يوم العيد يعني اتمرنا الصبح في رمضان، ليله العيد اجازه، وبعدين تاني يوم العيد لان عندنا كاس، وبعدين هو نظام محطوط كده، فانت لازم تتمرن لان انت غيرك هتمرن خلاص، فانت توقف عشان خاطر خدنا يوم اجازه، وبعدين استعدينا للكاس، ربنا كرمنا خلصنا الكاس، قالوا لنا في مشاركه في بطوله افريقيا، خدنا اجازه 3 ايام وبدينا تمرين، حتى انا جاي لك من التمرين على طول اهو لغايه عندك. مشكور الله يخليك، انا ليا الشرف. فالفريق مستعد الحمد لله، ابتدينا تمرين بقى لنا يومين، بقى لنا 3 ايام مستمرين في التمرين ان شاء الله لغايه ميعاد السفر ان شاء الله. شايف نفسك مرشح بقوه للبطوله، ومين ابرز المنافسين اللي ممكن يكونوا موجودين؟ يعني شايف ان احنا ان شاء الله يعني والفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى ويكرمنا بالفوز بالبطوله ان شاء الله، ما ينفعش تسافر غير لما ان انت تبقى تنافس على البطوله. فيعني مبدئيا احنا مش رايحين للتمثيل، يعني ما ينفعش ان انت كزمالك او كنادي مصري تروح تسافر بره للتمثيل مشرف. فاحنا ان شاء الله حاطين في دماغنا ان احنا نروح هننافس نعمل احسن حاجه عندنا، عشان ما انا ما بحبش اقول ان انا رايح اكسب، دي حاجه عند ربنا سبحانه وتعالى، بس انا بحب اقول ان انا واخد رجاله معايا هنعمل اقصى حاجه عندنا. الاول هنرضي ربنا سبحانه وتعالى، نرضي نفسنا في الاداء، والنتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. الفرق المنافسه عندك بتعرف فريق من الجزائر، فريق كويس جدا برج بعريج، وعندنا فريقين من تونس، في اعتذار الترجي، بس في فرق تانية كويسه تونسيه، يعني عندك فريق المرسى واخد متهيألي تاني الكاس، وعندك فريق القليبي التونسي اللي مستضيف البطوله في مدينة قليبة التونسية، وعندك فرق تانية قوية جدا بتيجي من الكاميرون زي الفاب الكاميروني. على الأقل في حوالي 4 فرق أو 5 فرق منافسين كويسين في البطولة. توفيق إن شاء الله. الله يخليك. البطولة الثالثة للزمالك في الموسم الحالي. هسأل بقى عن منتخب مصر. منتخب مصر كان في فترة من الفترات في منتصف الألفية الجديدة، يعني كنا وصلنا لمرحلة ان احنا بقينا احد القوى العظمى في كرة الطائرة عالميا، مش بس قاريا، ده احنا بقينا بنكسب ماتشات باستمرار في الدوري العالمي لكرة الطائرة. ولكن لوحظ في السنوات الاخيرة ان احنا نتائجنا تراجعت وبشدة، يمكن كمان ما بقيناش بنحقق نفس النتائج دي ولا البطولات دي. حضرتك كنت احد افراد الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الطائرة من 2019، فعايز اعرف منك ايه اسباب التراجع ده، وهل يرجع السبب لتراجع المواهب في كرة الطائرة المصرية؟ المواهب قلت مثلا، ما عادش بيطلع بنفس الكثافة بتاعت زمان. بالمناسبة أنا كنت مدرب عام منتخب مصر من 2019 حتى 2021 لتصفيات الأولمبيات، يعني رحت مع الفريق، يعني علاقتي باللعبة كلها كويسة جدا، يعني أنا يعني لعبت الأهلي بالنسبة لي يعني ولادك، إخواتي، كلهم النجوم، سواء أحمد صلاح، عبد الله، عشان ما انساش حد، عادل، سعيد، كنت مع المدرب الهولندي والمدرب عام منتخب مصر معاهم. المستوى ما تراجعش قد ما ان احنا كان ضغط البطولات على المنتخب في الفتره اللي كان فيها قبل تصفيات الاولمبيات، وكان مصر استضافتها هنا، ان احنا كان علينا ضغط بطولات، نلعب بتيم معين، لعبنا بطوله الامم الافريقيه في المغرب، لعبنا كاس العالم في اليابان، لعبنا بطولة وديه في الصين. فجيت عند المهم التصفيات، التأهل للتصفيات بتاع الاولمبياد، كانت الفرقه حاسه ان هي اجهدت. احنا محتاجين في مصر دلوقتي في المنتخب بالذات اضافه عناصر جديده، يعني العناصر الخبرات والعناصر الكويسه اللي موجوده في المنتخب، ما شاء الله ما شاء الله، في ناس تلعب في منتخب مصر داخلين على 15 سنه، لازم دول ياخدوا بايد جيل جديد يخش في المنتخب وهم موجودين. يعني مش عايز يعني نجم يسلم نجم ياخد بايده، عشان مش عايز اقول اسماء، لكن لازم يحصل احلال وتجديد، يحصل واحنا شغالين، وانت بتنافس على الاقل كل سنه، كل بطوله بتبين او بتمرز لعيب جديد. وده كان اللي هو كنت انا مع المدرب الهولندي اللي هو كابتن جيدو في الفتره الاخيره قبل ما نروح نلعب بطوله العاب البحر المتوسط في الجزائر، كنا ابتدينا نعمل كده. فان شاء الله انت هتشوف منتخب مصر إضافة على الأقل من 6 لـ7 لعيبة موجودين جداد في تشكيلة المنتخب. فأنا شايف إن الفولي بول في مصر تطور جدا في الفترة الأخيرة، لأن كل الفرق بقى عندها ناشئين بتشارك بشباب، يعني الزمالك ابتدى يدعم على الأقل ب2-3، الأهلي عنده 2-3 شباب، الجيش ما شاء الله عنده لعيبة كويسين جدا، سموحة، بتروجيت، فمنتخب الشباب نفسه، المنتخب اللي فيه ياسين ده فيه لعيبة كويسة جدا. فشايف ان ده نواه كويسه للمنتخب مصر في الفتره القادمه، بس محتاجين لو المنتخب ده موفقش لازم نصبر عليه شويه.
وانا شايف ان الاتحاد المصري ماشي في الموضوع ده بخطوات كويسه جدا من اعداده لمنتخب مصر للشباب والناشئين وكله عشان يصبوا في المنتخب الاول. كابتن عاشور، ايه رايك في نظام الدوري الجديد اللي بدا من السنه اللي فاتت، وان هو يبقى فيست اوف 3 وبنهائي الكاس وكده بعد ما كان بنظام مختلف؟ هل ده بيقوي من المسابقه اكتر، وهل هو عادل ولا لا؟ والله من ناحيه عادل انا شايفه عادل وتجربه ناجحه من السنه اللي فاتت، لان بيدي فرصه لاي فرقه ان هي في التعويض. انت لو بتلعب مباراه واحده لو فرقتك مش في حالتها، اول يوم بتاعك زي ما بيقول كده مثلا اللعبه في الدي اوف بتاعها مش في يومها، خسرت ضاعت منك بطوله. انما لو عندك الفرقه بتاعتك مش في حالتها ممكن تعوض في تاني يوم. البلاي اوف بقى خلاص نظام عالمي، يعني كل الفولي بول في العالم بيلعب بنفس النظام. فاحنا شايف ان الاتحاد بيطور من نفسه، وفكره جميله جدا ان احنا حصل بقينا نواكب اللعبه عالميا، واللعيبه لما بتلعب تحت ضغط ثلاث مباريات في ثلاث ايام انت بتواكب بطولات العالميه، يعني كل ده يؤدي للمنتخب عشان خاطر انت بتلعب اللعيبه دي اهلي وزمالك وبعض اللعيبه من الجيش ومن بعض الانديه الثانيه بتلعب في منتخب مصر، فانت بتيجي تلعب بطوله عالم. يعني احنا لعبنا كاس العالم في اليابان مثلا، بتلعب مثلا 11 مباراه، تلعب خمس ايام ورا بعض وست ايام ورا بعض بينهم يوم فاصل، فاللعيبه بتستعد للمباريات القويه جدا بنفس سيستم الدوري. وشايف النظام عادل، وشايف ان هو يعني اضاف شعبيه كبيره جدا للكره الطايره بالسنه اللي فاتت. انت تخيل انت تتفرج على مباراه فاصدقها تاني يوم مستني ايه اللي هيحصل، فتخيل زي السنه دي حصل تعادل في الكاس، فبيحصل التداول وان المباراه بتتلعب ورا بعض ومين مستني بقى، خلاص الاهلي زي الزمالك بالظبط فمستنيين مباراه فاصله. شايف ان ده عامل شعبيه كبيره جدا للعبة الكره الطايره دي حقيقه. وكمان حتى بيدي مردود لينا والسيدات نفس الكلام، السيدات خصوصا الزمالك الاول، ببارك للكابتن احمد فتحي والفريق السيدات ما شاء الله عليهم. يعني من 39 40 سنه ابتدينا نخش ناخد بطولات. مبروك لكاس مصر للسيدات، كنت اتمنى الحمد لله الدوري راح، بس ان شاء الله هم رايحين بطوله افريقيا وان شاء الله يعملوا فيها حاجه كويسه ان شاء الله. عايز اعرف منك حاجه بقى بره عن الزمالك وبره عن حضرتك كمدرب، بس انا دايما بتحيرني كواحد بتفرج على الطايره بصراحه مش لعبتي المفضله، ولكن زي ما انت بتقول كده لو ايه في اي حاجه في اهلي وزمالك بنتفرج على طول. ولكن ايه بقى الحوار بتاع المراكز اللي هو 4 و5 و6 و2؟ يعني هقول لك في الكوره في مراكز وكده يقول لك 7 و10 وكده، ده اصلها كان بي بي سي لما جم يذيعوا الماتشات لاول مره في الراديو، فراحوا مقسمين الملعب لارقام علشان اللي بيسمع يبقى عارف الكوره في انهي حته في الملعب، الكوره في مربع 5، الكوره في مربع 7 وهكذا. ففي الطايره عامله ازاي؟ قريبه جدا من الكلام دوت، لان بعد التخصص بعد ظهور الليبرو، طبعا الليبرو هو اللي هو بيلبس زي مختلف ده معروف طبعا خلاص، ده بيتم تغييره في مكان اللعيب السنتر اللي في الملعب، هو لعيب مركز 3. يعني عندنا في الزمالك موجود منه مجد الجون، الشيخ موقه، رشاد شيب، العفيفي، بيلعبوا على الشبكه. اول ما يجي يلعب سيرف بعد انتهاء السيرف وبيروح للمنافس ينزل الليبرو ياخد الثلاث لفات ورا لغايه ما يطلع على الشبكه تاني استقبال ودفنس، دي واضحه. ده بنسميه الليبرو بيخش مكان اللعيب السنتر. طبعا عندنا لعيبه مستقبلين جنب اللعيب الليبرو بنسميهم لعيبه مركز 4. لعيبه مركز ما بيخرجوش من الملعب، لعيبه مركز 4 مستقبلين، يعني بيستقبل ويهاجم. ما بيخرجوش، هو بيبقى عددهم زي لعبه زي احمد يوسف زي جانسون التركي زي دبشه زي محمد عبد المنعم، بيلعبوا في وقت واحد. بيقعد يلعب دول اربعه، يعني مهمتهم ان هو على طول يستقبل ويهاجم ويعمل بلوك، بس مهمتهم الاساسيه مع الليبرو الاستقبال. دول لعيبه مركز 4، ودول دايما بيهاجموا من شمال الملعب ويعملوا ديفنس في مركز 6 اللي هو نص الملعب بالظبط. الليبرو بيعمل دايما ديفنس في مركز 5 أو 6 حسب رؤيه المدرب. طبعا عندنا بقى بعد كده فاضل المركزين، اللعيب الاوبوزيت او لعيب مركز 2 والبصير. البصير معروف اللي هو المعد زي ياسين زي كابتن احمد فتحي زي اشرف اللقاني زي زياد زي ياسين، دول تنوع البلاي ميكرز. ده البلاي ميكرز واللي ساعات كده يقوم يخدعه ويحط صد وحاططها بالراحه. هو ده البلاي ميكر، بيجيله تاني كوره في استخدامها في الاعداد. اللاعب الاوبوزيت او المهاجم ده ما بيعملش حاجه غير ان هو بيعمل بلوك وبيضرب، ما بيساعدش في الاستقبال زي رضا هيكل زي سيف حسن عادل، احمد صلاح مثلا في الاهلي، زي احمد صلاح طبعا من نجوم مصر، ده بنسميه لعيب اوبوزيت، يعني ما بيشاركش في الاستقبال. ادي تقسيمه حصلت بعد التخصص، كان زمان ما كانش في ليمرو، فكل اللعيبه بتستقبل وكل لعيبه بتضرب كل لعيبه بتلعب سيرف، بس بعد الليبرو حصل زياده في التخصص، بقى في لعيبه ما تستقبلش خالص. ده ادى مساحات ان ناس كتير جدا تلعب، يعني اللي كان يعني كان واحد مميز في الهجوم وحاط صد وعنده مشكله في الاستقبال فبتطلعه بره الملعب، لا دلوقتي بقى التخصص زود قوه اللعبه. بس ده تقسيم خططي انما مش قانوني.
يعني مثلا عادي ان هو المعد يلعب بدور البلاي ميكر في احد الهجمات في احد الكرات. لا ما هو تنظيم خطتي من يعني الطراز الاول، لان انت بتحط اللعيبه، واهم حاجه ان دوران بتاع اللعيب ليه في دوران معين، ان كل لعبه تلف تلعب سيرف. يعني لو انت لعبت سيرف لازم تستنى 5 مرات يحصل تداول، فرقتك تلعب سيرف وتتكسر وبعدين ترجع سيرف تاني عشان تيجي تلعب سيرف تاني. لازم يعمل روتيشن عكس عقارب الساعه عشان كله يلعب سيرف. ده اجباري اجباري. يعني ما ينفعش واحد عشان هو مميز يلعب كل لا لا لا، لازم تستنى عشان يجي دورك. خمسه زمايلك في الملعب يلعبوا ارسال عشان يجي دورك تاني. اوكي. ما عدا ليبرو ما بيلعبش سيرف. ليه بقى؟ هو القانون بتاعها كده. ليبرو بيلبس لبس مختلف يعني عشان يبقى في النوتي كورنر كده. لا مش نوتي ولا حاجه، بالعكس ده هو ده الليبرو دلوقتي. يعني انا يعني كابتن رضا اللي هو وشيف شاوي كان ليه دور اكبر جدا من حظوظ الدوري. يعني كان مقاتل يعني في نقاط. هو بشكل عام هو مركز مهم جدا، يمكن اهم مركز. ليه انا شايف الليبرو ده ساعد ليه في الفولي بول؟ لان انت عندك دايما اللعيبه في نص الملعب اطوال عمالقه، يعني الطبيعي طوله من 2.5 متر 2.10 متر. فانين اللعيب الطويل جدا تسيبه يعمل حاجات دي، تجيبه في المنطقه الخلفيه عشان يعمل تحركات ارضيه واجيب ديفنس ويرمي نفسه ويقوم، وعنده سرعه رد فعل صعبه جدا عليه. انما اللعيبه اللي هي عندها رشاقه ماس بالرشاقه والمرونه ادت الدور ده كويس جدا، زي رضا اللي هو وشريف الشرقاوي. كابتن عاشور انا بشكرك وبشده، نورتنا والله، ويعني بالتوفيق دايما للزمالك، وفي اول حاجه تكون بطوله افريقيا ان شاء الله اللي بتمثل فيها طبعا الطائره المصريه، ونكون معانا تاني بعد كده بعد ما تاخد البطوله باذن الله. فيعني احنا بنشكرك جدا من فرجول. الله يخليك، متشكر جدا. شكرا جدا، والى اللقاء في حوارات جديده.